العودة للتعليم الوداعي في مكافة مدارسنا إن شاء الله، وكان ويجب أن نعود وضروري أن نعود في المرحلة القادمة إن شاء الله. الظروف بعتقد السنة مختلفة عن ما كان هو في العام الماضي لأسباب عديدة، منها كما نعلم جميعا أن وزارة الصحة من خلال مراكز التطعيم تم تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين، قمنا بوضع خطة لتطعيم المعلمين في المدارس، والحمد لله نسبة كبيرة من معلمي المدارس تلقوا المطاعيم في الفترة الماضية وصلت إلى أكثر من 80%. أيضا بالنسبة لأعضاء التدريس في الجامعات تم تطعيم أعداد كبيرة برضو منهم، تجاوزت نفس النسبة. طلبة الجامعات أيضا عدد لا بأس به، وخاصة طلبة التخصصات السريرية وغيرها تلقوا المطاعيم، لأنه يمكن قد يكون وضعهم شوي مختلف عن التخصصات الأخرى، أيضا هذا شيء جيد. المدارس في القطاع الخاص تجاوزت نسبة المطعمين فيها برضو من العاملين والإداريين وغيرها والمعلمين تجاوز 90%، فبالتالي الظروف بعتقد إن شاء الله مهيئة إن شاء الله للعودة. أيضا يمكن بجوز طلعتوا على القرارات الأخيرة لوزارة الصحة إنه نزلوا في العمر الأشخاص الذين ممكن تطعيمهم إلى 12 سنة، وبالتالي برضو الآن أصبح المجال مفتوح للفئة اللي بين 12 و18 في المدارس إنهم يتلقوا تلك المطاعم. إن شاء الله الأمور تكون مستقرة، الوضع الوبائي الآن مريح، إن شاء الله نستمر على ذلك في المرحلة، يستمر كما هو في المرحلة القادمة لنعود على طبيعة المدارس التعليم الوجاهي بكل أريحية إن شاء الله. بالطبع إحنا أخذنا العديد من الإجراءات. أول شيء عملناه إحنا جهزنا دليل اسمناه دليل العودة الآمنة إلى المدارس في كافة التفاصيل، ما هو المطلوب من كل الإدارات ومديريات التربية بالمدارس بالمعلمين وغيره، شو اللي يعملوا من إجراءات للعودة الآمنة. كوزارة التربية برضو إحنا إدارات وزارة التربية من لوازم من مناهج وغيره بدأنا، ومديرية أبنية بدأنا بالفترة الماضية بعمل الصيانة العديد من المدارس التي طلبتها مديريات التربية، تجاوزت بجوز 500 مدرسة تم عمل صيانة كاملة لها في المرحلة، والعملية مستمرة الحمد لله بالفترة الحالية. فالأمور عملتها تجهيز المقاعد، تجهيزها بالأثاث كلياته مشي ناشي الأمور. الكتب المدرسية تم طباعة جميع الكتب المدرسية إن شاء الله توزع، بدأ توزيعها أغلبيتها توزعت على المدارس لكل المواد. هنالك طبعا مناهج جديدة تم تحديثها وتطويرها من قبل المركز الوطني للمناهج اللي هي في الرياضيات والعلوم لبعض الصفوف، سوف تدرس لأول مرة مطلع هذا العام الدراسي، هي مختلفة عن المناهج القديمة نوعا ما اللي هي بتركز الآن، يعني نفكر انه احنا بدنا الطالب يفكر يحلل وغيره، ما بدنا يعتمد على الحفظ، فهي مناهج مطورة وضعها خبراء من خلال المركز الوطني للمناهج فسوف تطبق. طبعا راح هذا برضه يستمر بالمناهج للصفوف الأخرى والمباحث الأخرى في المرحلة القادمة. لحد الآن أيضاً نسجل حوالي 82,000 طالب وطالبة على مستوى الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية نتحدث، وهناك تقريباً 65,000 طالب سجلوا لـ KG2 رياض الأطفال، يعني بنحكي تقريباً 147,000-150,000 طالب سجلوا ما انتقلوا الآن. اللي بنتأملوا أيضاً يعني الطلبة أو المدارس القطاع الخاص ترجع تستعيد عافيتها تشتغل كما كانت بالسابق، وهذا بالتأكيد راح يساعدنا ويساعدهم، لأنه كما نعلم العام الماضي انتقل عدد كبير من الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وهذا شكل علينا عبء كبير على طاقاتنا الاستيعابية. فإن شاء الله أيضا المدارس الخاصة بعتقد هم جاهزين لاستقبال الطلبة. كمان أسبوعين كما تعلم أيضا راح ننفذ برنامج الفاضل التعليمي، واحنا يمكن اطلعناكم عليه في الفتره السابقه، ويعني معروف هذا البرنامج، وقلنا حتى تعويض الفاقد التعليمي للطلبه، وان شاء الله الطلبه والاهالي احنا بنعول على وعيهم انهم يشجعوا ابنائهم يرسلوا ابنائهم لتلقي هذا البرنامج اللي هو مده 4 أسابيع مدته. هاي المرحله الاولى راح تكون للفاقد التعليمي، وهناك مرحله ثانيه ومرحله ثالثه راح تستمر خلال السنه القادمه واللي بعدها على مدار 9 هاي المرحلة الأولى، نعم 15/8 إلى 12/9، وهناك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. يعني بعتقد المعلمين كما تعلموا 3,000 معلم التحقوا من المعلمين الجدد، باشروا يوم أمس، الآن بدأوا تلقي التدريب
اللي هو التدريب ما قبل الخدمة. وهناك أيضا الآن اليوم يعني مبارك بلش هذا التدريب، وأيضا هناك تدريب للمعلمين الذين سوف ينفذوا برنامج الفاقد التعليم. فأيضا موضوع التدريب إحنا ماشيين فيه، فإن شاء الله نبدأ عام دراسي مريح ونعود للتعليم الوجهي كما كنا في السابق، وتعود عملية التعليمية مريحة للجميع إن شاء الله.